من بعد ديال الوضع حنصل فيه 10 ديال العيون. هاد العيون هما الاساسيات الرسميات، وتيتزادوا بعض العيون ملي تكون الثلج كثير وهذا تيتزادوا تيوليو اكثر من 12، ولكن 12 هي العيون الرسميه اللي تتكون المنبع ديال الوضع حنصل. وضع حنصل تسمى على واحد الولي الصالح اللي مدفون تما في زاوية حنصل، تسمى سيدي سعيد حنصل. وهذا الولي الصالح كان جا من أسفي، من الناس اللي كانوا تيقراو تيحفظوا القرآن، وجا ووصل لزاوية حنصل في تقريبا في القرن الثالث عشر، وجلس تما في زاوية حنصل، وتسمات هذاك الواد وذاك المنطقة كلها بالسمية ديال ذاك الوالي الصالح سيدي سعد حنصل. كان فيق مع الصباح انا وقتها، وكان جاي بالحمار الواد احنصر، وكان مرو بواد، وكان دوم الطابات نشربون على مراتك ونعجنون. حنصل تبدا من تاغيا حتى بالويدان، من تاغيا حتى بالويدان نقدر نشوفوا بانه الناس العلاقه ديال الناس ديال المنطقه بالواد كان غير الفلاحه. في واحد لابارتي تقريبا الواد فيه تقريبا 50 كيلومتر ولا 55 كيلومتر، وكاين واحد 25 كيلومتر الناس تيزولوا الفلاحه، والاستهلاك تيكون ديما الاستهلاك الداخلي، يعني ما كاينش السوق. كان واحد 5% ديال المنتوج تيمشي للسوق وداك الشهر تيستهلكو الناس. وكان واحد لابارتي من ازروال حتى للبلويدان، يعني ما فيهاش الظروف ديال الفلاحه، يعني الناس في ديك المنطقه من ازروال حتى للبلويدان غير تربيه المواشي. سيف لو حصل إلا الذي قدم الزمن يعطر ذات جانب درشان ومسكور ثمانس ذات تسينين ناغ ذات يستجان دي سير تاريس الزادنين ناغ ذات غماغ تدود الحملاتين وتتسينين ناغ أرض والو ذات الزادنين ناغ ستي سيرت أمان تي سيرت وامان أزري ذات الزادنين ستي سيرت جين دي ستي سار عايش نجوين ناغ يمشي لنا مريو قر واسيف قادرين يدير مشاكل، ولكن الناس في حصل يجي يقضي مرضى يتغار. دا شرزنا لنا ثمان واسيف لو حصل اسيلا لنا ارزاد لنا ستيسير ارتي الزاد ارت تان عايشن جوينا غاينا غاي عايشن كل وقت لنا انا غاش تعيشن صافي اين غادي لنا. لو خليك السيبا ذاني بالنشا امازير نسي يزبر ذا ستي تانا ويد غاضنين يا تسعد بنوني غرم اغنى سامزداق ارس تخلاسن ارتي تحضون ذا السار اربعان مدن ارتحضوني غرمان
أرضية أمزلة سنة أربعة ضنين. بالنسبة لغرمان التطور ديالهم بدا من يامات السيبة كانوا الناس يعيشوا مفرقين في الجبال بالرعي وبالكسيبة ديالهم اللي عندهم وداك الشيء ديال الفلاحة المتواضعة اللي كانت، انما فكروهم باش خصهم هذاك الشيء باش يحافظوا على داك المنتوج الزراعي والمنتوج اللي كانت اللي تيكون عندهم، خصهم يديروا في واحد البلاصة واحد المكان اللي يكون يتحافظ عليه. تفقوا وتيديروا واحد المجموعه ديال السكان ومجموعه ديال الدواوير، تيبنوا هذوك غرمان قصوره، وكل واحد فيهم تتكون عنده واحد البيت تتسمى البيت ديال الخزين. المساكين اللي تتكلف بها المرأة هي الطبخ. البركوكس هي واحد الأكلة اللي المكونات ديالها هي الطحين اللي تيصوبوا العيالات، كذلك هو واحد النوع ديال الماكلة اللي تدار في المناسبات والحفلات. هذه بركوكس معروفة عندنا. ناس تمشى ونص نوفر شوش ناس يسيد التين وناس يسيد نجس أغون غد السيد تثين تحرش تين هنا سيد نجس أغون غد السيد مستس والنيه ينشا نضم غراء والنيه ينشا نسيب عو النيه ينشا برشوش سيد نتخذها. هيد نتخذها مخول شخص ذادي نتويك الشغل مرة ونمي إلا وغيولي ربويس ونمي وريلي وغيولي ربويس ذاو ثنس هاي النغم كنا إذا نتسي شما زيرتنا شما زيرتنا نوصفنا وحنصار يوا إنا غايد نتخدم وإنا إنا ما يغيش أخويا أنا خدم كوينا خولو إنا نبرشيك سيد نتكا أي تما زيرتي تخن كوني سوا سيك الشيض سوا كوصفنا وحنصار إنا غايد نسير كوني غي كا كوصفنا وحنصار زان زتميك الشيض هاد نفتر برشيك سير وقت الله خص برشيك سيد نفتر ناي لا وزي نبي فرغ رايز ولو في غنك ذبي غيزة عفنا ذناي عد بالزين وولاي عد بالزين ذناي عد بالزين بالنسبة للوضع حنصل تستعمل فيه واحد النوع ديال الرياضة تسمى الكاياك. هذا الكاياك تيدار تقريبا شهر ثلاثة أربعة ويكون الواد حامل مزيان مجهد شي شويه تيكون فيه الماء كثير. هذوك الناس كذلك تيديروا هذه الرياضه هذه تيجيو مع الواد حتى توصل للبحر ديال بلويدان. كومبانياتور كرافتينغ تن درت بزاف د الويدان في المغرب شي خمسة ولا ستة، ولاحظت ان وضع حنصل هو الاول، هو الناس اللي تيديروا هاد الاكتيفيتي هادو عجبهم بزاف بحكم انه المناظر الطبيعيه اللي كاين في لولون ديالو يعني متنوعه. كاينين تنمشيو تنلقاو لي بورج تنلقاو لي فيلاج ديفيلاج على الواد تنلقاو الناس اللي تيرحبوا بنا تنلقاو يعني مثلا عوض ما دير 3 ايام 4 ايام هنا يقدر دير 5 ايام يعني كاين واحد التنوع ديال المناظر الطبيعيه اللي يمكن الانسان يشوفهم في هذه المنطقه. اون بلوس المنطقه فيها المأوي باش يستقبلوا الناس والناس كرماء تيستقبلوا اي واحد جاي يستقبلوه يكون كما كان. وانا شفت بان هذا واد احصل هو المهم كاع في الويدان اللي شفت المغرب في هذه الرياضات المائيه.
هاد الرياضات المائيه كاين الواد مكلاسي بلي كاتيجوري، كاين مثلا في مارس افريل تيكون الواد في كاتيجوري كلاس 3 كلاس 4، يعني تيجيو الناس من برا لي سبيسياليست اللي تيديروا هاد لو سبور هذا، تيديروه يعني بحال نقول لك شهرين ماكسيموم شهرين، وديك الشهر الثالث الشهر 4 والشهر 5 تنحاولوا اننا نستقبلوا الناس المغاربه اللي تيجيو يديروا هاد يشاركوا في هاد الرياضات هذه، بحكم ان الشهر 5 والشهر 6 الواد تيكون هابط وسهل عليهم اي واحد يمارس هاد الرياضه هذه. تقع ثاني واحد لا زون بحال قدر نكونوا واحد لا زون سنترال، يقدر نمشيو من هنا لايتبوك الماز لقلعه البونه، يقدر نمشيو لايميل شي الوارزازات، يقدر نمشيو لبومان داداس، يعني واحد المنطقه جات في الوسط. ولي زاكتيفيتي توريستيك واحد كاين لي زاكتيفيتي كاين لي بيزاج باقيين فيرج، يعني واحد النسبه ديال الناس اللي عارفينهم وتيمشيو لهم. بالنسبه للمصب ديال وادي حنصال على بحيره بين الويدان، فتقريبا كاينه فيه 16 كيلومتر طول وما فوق 5 كيلومتر عرض، هذه هي المساحه ديالو. وهو هاد المساحه اللي كاينه تتزاد وتتنقص على حسب الفصول، متى تكون الشتاء والثلج فالعلو ديالو تيتزاد وتينقص على حسب الفصول، على حسب الشتاء وعلى حسب الثلج اللي تيصب في السنه. واضح نصار جماعة ديريت مزيح تنصيدو فيه في الوقت اللي حوش باكي من 40 فوق 44 45 50 60 90 اللي حوش كاين البلاصة فين كاين الحوت، كاين البلاصة اللي ما فيها الحوت. الصيادة تتحش من شهر جوج حتى شهر 6 عاد نبداو. انواع ديال الشباكين اللي تنصيدو في البحيره ديال بين الويدان، كاينه 40 تنصيدو بها الكاردو، كاينه 45 تنصيدو بها البلاك، كاينه 50 تنصيدو بها البروشي والسوندر، كاينه 60 تنصيدو بها لاكارب والبروشي نيت، كاينه 70 حتى هي البروشي والسوندر ولاكارب، كاينه 90 ديال لاكارب. هذاك الشيء اللي عندنا في البحيره ديال بين الويدان. الحوت الفرق ديال الحوت ديال بن الويدان ديال البحر الكبير ياك، هنا كان فيه كان الكاردو فيه الشوك، السوندر ما فيه الشوك، البلاك ما فيه الشوك، لاكارب قليل فيه الشوك حتى هي، البير شويه، الحوت ديال البحر كبير، ما مثلا تنستعملوهم حنا هنا. ها
هنا في البحيره ديال الويدان تصوبوا الفريكات الصغار، ما كاين لا مواج لا والو، والبحر الكبير تصوبوا كاين المواج وكاين العجاج وكاين داك الشيء، علاش داك الشيء ماشي بحال بحال، كاين الفرق بين هنا وبين البحر. هاد الفريكات تصوبهم غير بالقصدير والخشب، ما كاين لا مواج لا والو، تنعديو بها ومشيو تنمشيو بها وصافي. بالنسبة للرياضات اللي تيتمارسوا على صعيد البحيرة، واحد النوع ديال الصيد الترفيهي اللي تيمارسوه بعض الناس من أوروبا كذلك، تيجيو تيديروا داك لاكارب نيوكيل، تيصيدوا لاكارب وتتصوروا معها وتيطلقوها، ما تيشدوها ما تاكلوهاش. J'ai connu ce lac depuis la France par des reportages sur des revues spécialisées, notamment la revue Mediacarp. Et ça m'a donné envie, comme je suis un peu baroudeur, d'aller taquiner ce poisson au Maroc. Voilà. Moi, je pêche beaucoup en France un lac similaire qui a les mêmes couleurs, qui est le lac de Salagou, qui est un lac de, beaucoup plus petit évidemment, il ne fait que 700 hectares, dans la région de Montpellier-Béziers. Et c'est mon lac favori et j'ai retrouvé un peu, en plus grand bien sûr, le même type de lac ici. Et ça m'a donné envie de venir pêcher, puis voilà, au Maroc on est bien, il y a de jolis poissons. Et les gens sont sympathiques et puis le lac est merveilleux. كان رسام ترى كلشي هاد فخت لي تغار تكان انت كانو كل شي منشت تكان الحنا ها راه قرات كان تي غما درتي يمكن هاد درتي غما كان تي غما راه قران باش هاد التوين تو غراتي ناس ساتخن الاثنين باش اسكاد هاي تي تنوي فوسط خن كل سنتين تو غراتي توين تا سردون اش كباش باش هادي ثاني تي غراتي هاد تكات نسايح روين حرين سلي فابيزار نغط تنسى تقا أجلابي طي الموس يا عبروق نستي سيلا حرين ومليل يا تدود كل دان سنين مير ديك ستريت تصير دون دايتا هاي تتنوي سنين مير تقوزا تيسو كوزا يان تيطافي نطي تصير دون دي تيسو كست تريث مغار تنسى ستقا ستقا هبو سنتين كنا ستقا يروال تنفس ناس يخشراتي كان ربعا يا حيلة سيدي التيري ذا التيري وقديم ذا التيري وشقير أم حول حسين ذا التيري وقديم دا تيري تسليتي مشينا ديه ثاني تسليت داس تحضر المسيد داخل تلك سوا داخل الدوين داس الزنزين
قيمه تشمات تاتش شان ماكله فرنسا حيدو صد هضر هات ترم دنوسين دار الصباح دي فوت الزنزينه سي تشريت ديال الكار دي فوت الصباح قبل الفطر داس الزنزينه تشريت قيمه يدي غي وحيدوس اربع مرشد وحيدوس يد غور الى ريت مزيان حيدوز دا يصورخ في كراس الدونيد دا يصورخ في الهواء دا يصورخ في المحبه دا يصورخ في الصلاح دا يصورخ في الواجبات الدونيد دا يصورخ في الفلاح دا يصورخ في الفقر حاشاك دا يصورخ في الربح كلشي دا غير شي يصورخ.